آليات جمع بيانات رصد وتقويم تعليم الكبار. تحتاج عمليات الرصد والتقويم في مجالات تعليم الكبار إلى وضع نظام لجمع البيانات يتسم بالشفافية والموضوعية والاستدامة، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: تكوين فريق للتقويم على المستوى الوطني، ويتضمن ممثلين للقطاع أو الإدارة المسؤولة في وزارة التعليم أو الهيئة القومية المختصة ببرامج القرائية وتعليم الكبار، ممثلي القطاع المسؤول عن المسوح الاجتماعية والإحصاءات على المستوى الوطني، خبراء في التقويم التربوي وإعداد الاختبارات بكافة أنواعها وفي مختلف المجالات المعرفية، ممثلين للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار. الاتفاق على الإطار العام وتحديد أهداف التقويم، ويتضمن تحليل الأهداف المطلوب تحقيقها في شكل التغيرات المتوقع ظهورها على المستوى الفردي والمجتمع، وفي ضوء ذلك يتم تحديد مؤشرات قياس الإنجاز، مصادر المعلومات التي نجمع منها الشواهد والأدلة، كيفية تقويم أنشطة التعلم، كيفية تقويم نواتج برامج محو الأمية ومخرجاتها، وضع مؤشرات لقياس درجة مدى تحقيق الأهداف. الغرض من وضع مؤشرات الرصد والتقويم هو تحديد أهداف واقعية للقياس أو الحكم على مدى تحقيق الأهداف، توفير أساس يتم في ضوئه الرصد والتقويم، ومن ثم توفير التغذية الراجعة والدروس المستفادة، الإسهام في توفير الشفافية والاتفاق حول الأهداف، مراجعة عدد من الجهات على المستوى القومي لتوصيف وضبط المؤشرات المتعلقة بمحو الأمية وتعليم الكبار، من أهمها نظام المعلومات التربوية، الهيئات المسؤولة عن جودة التعليم، الهيئات المسؤولة عن الإطار القومي للمؤهلات، الهيئات المسؤولة عن الاعتراف والتصديق والاعتماد ومعادلات المؤهلات. وضع نظام للمعلومات الخاصة بالتقويم يراعى فيه ما يلي: توزيع مسؤولية جمع المعلومات بحيث يختص كل عضو من فريق العمل بنوع معين من المعلومات، تحديد المسؤول عن إدارة قاعدة البيانات، تحديد المسؤول عن إدخال البيانات، تحديد الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى قاعدة البيانات، تحديد المعلومات الشخصية المحظور تداولها، وضع سياسة لتحديث البيانات بشكل دوري، وضع سياسة لتحليل البيانات واستخدامها ونشرها وتوزيعها، وضع معايير لضمان دقة المعلومات وسهولة وسرعة وصولها إلى متخذي القرار والمستفيدين. جمع البيانات وتتضمن وضع نظام للأولويات في جمع البيانات وتحديد جدول زمني لذلك، تحديد مصادر البيانات وتشمل الدارسين من خلال استجاباتهم على أدوات التقويم المختلفة، المعلمين والمشرفين على برامج تعليم الكبار، أصحاب الأعمال والمديرين، السجلات والتقارير الخاصة بالدارسين الكبار في أماكن عملهم، التقارير والبيانات الرسمية التي تصدرها الجهات المسؤولة عن محو الأمية وتعليم الكبار، ضمان الوصول إلى البيانات والحصول عليها من خلال وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، تنظيم وتنسيق عملية جمع البيانات، صياغة المؤشرات والأنشطة المعبرة عنها في برامج تعليم الكبار ومحو الأمية، تطبيق التقويم ونشر النتائج.